تخش. مش هينفع تخش حضرتك، لازم نقفل هنا بقولك. لازم اقفل. خلي عندك ده. مش كده حضرتك؟ ايه ايه في ايه؟ اخرج انت حجاج. حاضر يا حاج. من فضلك يا حاج، لو سمحت انا مش عايزه اي حاجه منك. والراجل اسمه منتصر ده ما تبعتوش عندنا تاني. انت خليت شكل وحش في الحي. اخدت الطقم الاولاني عشان كان مكافاه بالنسبه لي. انا مش فاهمه انت تقصد ايه بكل الاعمال اللي انت بتعملها دي. الله 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 الله. ايه الموضوع؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وايه اللي حصل؟ اهدي كده بس. اقعدي 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 اقعدي. امال واهدي. اديني قعدت. يا ساتر، مالك مزعببه ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ انا مش فاهمه يا حاجه، انت بتعمل معايا المشاكل دي ليه؟ خليت شكلي وحش جدا في وسط اهلي والجيران. خلاص يا ستي ما تزعليش، نخليها رسمي. يعني ايه رسمي؟ يعني انا طالب القرب. القرب من مين؟ الله، يعني مش عارفه ايه القرب؟ يعني طالب اتجوزك ولا دي كمان مش فاهماها؟ هو انا مش عايزه اتجوز، رافضه. تقلي معصبك كده؟ انا مش عارف اعمل معاكي ايه. كل ده عشان بعتلك شويه هدايا؟ ماشي، خلينا في المهم. انت ليه مش عايزه تتجوزيني؟ علشان انا مش. لا، قبل ما تتكلمي وتقولي رايك روقي كده واهدي وفكري كويس. انا مش عايزه اتجوز من الاساس. وفي حد في الدنيا مش عايز يتجوز؟ في واحده في الدنيا مش عايزه تتجوز؟ لا، ومين؟ من فرج ابو اليسر. طب ده انا اللي تتجوزني تبقى اتفتحت لها طاقه القدر. عندك حق في كل الكلام ده، لكن انا بقى ظروفي ما تسمحش. ومن فضلك يا حاج ما نتكلمش في الموضوع ده تاني عشان اتعبت بجد. انا تعبت. الله، استني بس يا بنت الحلال. زهره، لا حول ولا قوه الا بالله. منتصر، سيب اللي في ايدك وتعالى لي حالا دلوقتي. خير يا كابتن ماجد؟ سايبني شغل وجايبني على ملا وشي ليه؟ يعني صاحبك متضايق وعايزك تكون معاه، انت شايف فيها حاجه غلط دي؟ لا بص قدامك يا اخي. لا صاحبي متضايق ما فيهاش حاجه غلط، بس شكلها كده فيها ان. والله انا تعبان يا فريد. لا تعبان يبقى نقعد يا معلم، واطلب لي واحد كابتشينو. مطلوب لك، اتفضل. ابراهيم، كابتشينو بتاعي. اتنين. ايه بقى في ايه؟ انا النهارده اتاكدت من مشاعري، انا حاسس فعلا ان انا بحب زهره. وبعدين؟ انا جايبك هنا عشان تقول لي انت وبعدين. والله وبعدين دي تتوقف عليك وعليها. يعني انت متاكد ان انت بتحبها؟ بس انت متاكد ان هي بتحبك؟ انا حاسس بكده، سلوكها وحركاتها بتقول انها بتحبني. بعدين كلامها معاك لما وصلتها بعربيتك بيقول كده. طب تمام، ايه بقى المشكله؟ المشكله ان الحاج عايز يتجوزها. ولما سالني عن رايي لقيت نفسي بقول له كلام في صالح جوازه منها. ايه يا ابني الهبل اللي انت فيه ده؟ ده جوز اختك. اه صح، بس العلاقه اللي بيني وبين الحاج علاقه متينه جدا. ده هو اللي مربيني، ده اتجوز اختي وانا عندي 15 سنه، وهو اللي صرف على دراسه الطيران بتاعتي. لا انت كده موقفك منير فعلا. بص يا معلم، انت قدامك حل من اتنين، يا اما تضحي وتعمل زي عبد الوهاب ما بيقول في اغنيه عاشق الروح، يا اما تطلع واطي وتاخدها وتهرب وتتجوزها بعيد عن الحاج. ايه الحلول دي؟ ايه الحلول اللي شبهك دي؟ مفيش عندك حل تالت؟ لا عندي. ايه هو؟ اتجوزها انا. عمي انا مش ناقص هزارك ودمك الواقف ده. انا هطلب نقل المحطه تانية. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انت قررت ما تبقاش واطي وتبقى ندل؟ هتسيبها وتهرب؟ ما انا ما اقدرش اعيش في بلد هي عايشه فيها ومتجوزها واحد تاني. يا اخي انت محسسني ان فرحها على الحاج بكره الظهر. في ايه؟ ما تهدى، ما تجيب الكابتشينو يا ابراهيم. القرف ناس واطيه. أما 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 راحت فين دي؟ يا أما شفتك والله يخليك. أما يا خالتي في ناس يا اختي جوه عربيه اسعاف واخدوها. يا ناس منيل، ليه اللي حصل؟ ما انت
تقلقيش يا حبيبتي، ما تتخضيش، ما فيش حاجه حصلت خالص. وخلي اخويا فين؟ راح معاهم ومعاه فوزي ابني. طب ما تعرفيش عليه مستشفى؟ والله يا بنتي ما اعرف. هيا فوزي، انا امي فين يا فوزي؟ الحاج نزلها في الجناح. وانت زي ما تقوليليش، انا بحسبك عارفه. ان شاء الله نقول له. مريم في ايه؟ سلامتك. الله يرحم قلبك. ايه مالك يا حبيبتي؟ بس سلام عليك. ما تخافيش يا حبيبتي، انا كويسه قوي. دول شايليني هنا على كفوف الراحه، وكل الحكماء طلعوا وشافوني وكشفوا عليا. ايوه عملوا لها اشعاعات ومحاليل. وشفت راجل القبها، الراجل المجد عمل ايه مع عمك وانتي مش موجوده؟ وقال ايه مش عاجبك ما جايبه ولا هدايا. حق الراجل ده، انا حبيته كده لله في لله. يا رب يا بديعه يا بنتي يرزقك بعريس زيه. هو انتي كنت شفتيه قبل كده ولا حتى تعرفيه؟ هما دول نسابك اللي انت هتموت عليهم؟ يموت؟ ده لو كان مات كان زماننا دفناه. خليل. ايوه الحاجة عايزك. طب بسرعة قبل ما يدفنوني هنا. والنبي يا حبيبي. نعم. اشكرهولي. العفو يا امه. حاضر حاضر. طيب يا حبيبي. بعد ذوقك. ويشكروا ليه يا امه؟ هو انت كان ناقصك حاجة في البيت؟ جرايه يا زهرة، ما تعقلي كده. بقى بالذمة البيت ولا الأمل اللي الحاجة عاملها لأمك هنا؟ ما تعقليها يا خالتي. كل شيء اسمه النصيب يا حبيبتي. ما هو الاسم والنصيب يا خالتي جملة حد بنتك بيقولوا لها شبيكي لبيكي الخير والهنا تحت رجليكي. هي بنتك اللي بتتبطر. وبعدين يا بديعة ما تلم نفسك بقى. ما تلم نفسك يا بنتي وحطي لسانك جوه بقك. ليها حق تتبطر ما دام العرسان اللي يشرحوا القلب عمالين يتنططوا حواليها. يا اختي كفايه بقى، كفايه. فضونا من السيره دي نتكلم في سيره تانيه. سبحان الله سبحان الله. الحاج كان عايزك ليه يا خليل؟ مش هتصدقوا. لا يا اخويا انت انت بس واحنا هنصدق. حقه الحاج ده عامل زي خاتم سليمان. الراجل ده صعبان عليا قوي والله يا زهرة. فضل يتحايل عليا بتاع ساعة ونص عشان اوفق اشتغل عنده. بالعافية وفقت. وكلم الجدع اللي اسمه منتصر اللي شغال معايا ده، مش عارف جدع كده، وقال له اديله مرتب 1000 جنيه في الشهر. ايه 1000 جنيه؟ 1000 جنيه ليه؟ هو كان هيشغلك وزير؟ ايه ده؟ انت جننتي ولا ايه؟ فاكره نفسك كده فرح بلدي؟ انت يا اختي هنا في مستشفى 5 نجوم. انت يا اختي هتخمسيني من اولها؟ لو انت فاكره كان هحزن المستشفى اللي انت بتشتغلي فيها. لا يا حبيبتي، ده انا فرحانه بالامل اللي هيبقى فيها عريس بيتي.